مرحبا حبايبي، شلونكم؟ عساكم كلكم بخير. اليوم جايبت لكم طبخه جديده علينا، تعلمتها من اخواننا السوريين، اسمها فطاير السبانخ، يعني فطائر السبانخ. وراح اشوفكم الطريقه والمحتويات اللي نحتاجها. يلا تعالوا وياي، صار لي هوايه ما مقدمت لكم شو اسمه فيديو ما طبخ. التهيت هنا بمشيقين وبالطلعات وهاي، فطلبوا من عندي بعض الطبخات، طلبوا نفس اسلوبي من كنت بشارلوت، فوعدكم الا حبيتوا هذه الطريقه شو اسمه نصور لكم. هذه باقه مال سبيناق مغسوله وثرمتها هيجي وحطيتها تتصفى. هاي باعوا جواها مصفي على مود ينزل المي. هذه اربع بصلايات وهنا كثره بالبصل ما شاء الله. اي مو اني، هو هيك يقول لك حلاته بالبصل. كوب جوز، هذيك كوب همينه يعتبر دبس الرمان، وهذا رمان مفرط، رمانه وليمون حامض. اني هاي عصرت اربع ليمونات صغار، وزيت، وهذا للخمره شكر وسكر، وهذني راح احطها فلفل من هذا الاحمر وملح وفلفل اسود وكمون. وهذه للفطائر للعجينه الخمره. هسه راح نبدي لكم اول مره بالحشوه، زين؟ ونبدي بالحشوه وراها نعجن العجينة، بين ما تختمر نكمل الشغل مالتنا. تعالوا وياي. يعني هذا البصل مو يعني يستوي، بس يذبل، ونرش عليه ملعقة كمون. رشة صغيرة تشوفون، يعني مو كلش، ان هاي فلفل اسود، هذا ويا البصل احمر مطحون. شو تسموه انتو؟ احنا ببغداد كنا نسميه فلفل دراز، هذا فلفل احمر هو. والهاي هاي هي، هذا خاف منه حار هوايه. والسماق نحطه مباشره على السبيناق لان من نسهيه اسود. هسه هذا كملناه، هذا تشوفون بس ذبلناه للبصل، شو نكمل الحشوه. هسه راح نسوي الحشوه، نحضرها ليش؟ على مود نعوفها بالمصفي توشل بين ما يختمر العجين، بعدين اسوي لهم العجينه مال الفطاير. شوفوا حبايبي، هذا هنحطه فوق السبيناخ، هذا سهناه. انا حطيت له شوي ونا مي ذبل وشوي ونا زيت، ما اريد زيت زايد، ما بقي هيك الى خير. اوكي. وهذا الرمان يا الوناتك مو؟ وهذا الجوز، زين. وهسه هذا يا يابا يا يمه، هذا السماق. السماق هاي انتو عاد حسب الرغبه، احنا نحبها نحط العلبه كلها، ها نحبها حامضه احنا. ايه خب نوره تاكله اكل يمه للسماق، يعني تتغدى تصب الماعون سماق وتاكل بالخاشوقه وتقول هاي اتغديت. قد ملح كافي، هي الحموضة تطغي. هسه راح نخلطها، واكو فقرة كلش مهمة نقول لهم عليها، لان يعني تعرفين هذا السبيناغ راح يذبل. هسه شو راح نسوين؟ نعوفه بالمصفي بين ما يختمر العجين حتى يوشل، الا اكو سوائل حتى من تلزم بالعجينة. والهاي كله راح. لا ما يروح. شلون ما يروح؟ صدقيني ما يروح. كل هذا هسه راح يمتص السبنج بين ما تختمر العجينه. ما عندي شيء، بدي شويه ونجي عليه. يلا نروح نسوي العجينه. نسوي العجينه حبايبي، هاي 6 كواب قياس هذا، شوفوا هذا بصوره تبني لدرع بيها. ما زنقين. اي ما زنقين. هاي 6 كواب طحين نخلطهن، راح احط لهن رشه ملح. مو هواية صدق رشة، هيك هاي رشة ملح. هذا الخمرة كيس ويا 3-4 مي دافي، لازم دافي حبايبي،
نديره. هاي كلكم تعرفون شلون الخمره تختمر، وياها هاي ملعقة شكر حتى تتفاعل. هاي شوية حطيت لها أكثر. غطينا؟ هذا إي غطينا. خمرة. وراح نحط هذا زيت زيتون، لازم زيت زيتون أحبابي بالشسمة بهاي الفطائر. هذا الكوب كامل كامل. بس الزيت ويا الطحين كل ما هيك تسووله كل ما تصير الفطائر مقرمشة وطرية، يعني من الخارج مقرمشة ومن داخلها تظل طرية. هاي اختمرت شو اسمه الخمرة حبايبي، راح اخلصها. لابستها حغطيها هيك خمس دقائق مو اكثر. اي بالطبخ تصير يعني اسهل بالعجن. هسه راح اعوفها شوية ترتاح وعجنها واشوفهم اياها. اول مرة عفتها شوية ارتاحت. حطيتيها وعفتيها؟ اي بعدين رجعت عجنتها، وبعدين هاي دهنتها للمنشاسة غسلتها، وهسه راح نغطيها. هسه راح نغطيها وتعفيها بمكان دافي؟ وغطيها على خاوي وفد نص ساعة مكان دافي. اكو يخلوها بالفرن لا مثلا شوية دافي، انا راح اغطيها بخاوي واخليها على صفحة نص ساعة. اوكي. هاي احبابي تضاعف حجمه، راح نبدي نسوي نحط الحشوة. خلي اول مرة نرش هاي. قطعتها صار انهلقت، يعني حتعفين المغطايات تشتغلين بهاي. راح اشتغل بهاي، غطي الذات في القبر. صارت خبزة ماما. دورك فيه. صارت قرصة. هي غير هيجي وهسه نقطعها. هسه انتي لو طباخة كان ما اعترضتي. سوري شو ما عارفك. هاي الآلة. شوفي هاي السمك. الآلة هاي شو؟ هذا قبغ. أنا ما عندي من هاي القطاعات. قبغ مال شاي. قبغ لو قبغ. أنا قبغ أقول. قبغ. بالغين. مو بالقاف. مال قوري شاي. إي. ماما. هذا الكتلي. هاي شنو تي؟ أنا إي. فنانة. فنانة أصلية. حتى يصير المتساويات. واو ما عنده قبغ شي يسوي. بقلاص. هيك العالم ما عندهم قبغ مال قوري. العراقيين. احنا اهل الشاي. هذا طبعا. هسه اهم مرة حتى مرحله. اي. هسه هاي. اكلة نباتية صحية تحوي على فواكه وخضروات. والجوز هسه نسويها على نفس الطريقه مالتهم مال الفطائر. هاي هيك تسووها مثلث حبايب، وتردون هاي هيك تسدوها تكمطوها. اي هيك ترصوها. اي ترصوها اكله صينيه صدق. ترصوها قوي حتى لا تنفتح. صفقها احبابي. هذا ادري بكم راح تعترضون وهذا مضر. لا هذا هو خاص للشوي. راح اشوفكم اياه ما شوي، لان ما عندي ورقه زبده. لا عندكم ورقه زبده وتدهنوها، هاي بعد انتم بكيفكم. انا ما عندي ورقه زبده وبلشت ويلا عرفت ما عندي. المكونات بسرعه. المكونات جوز، رمان، سماق، ليمون حامض، ملح، دبس الرمان، دبس الرمان، فلفل، بصل، وسبيناغ وبصل. أكلة نباتية بس جدا صحية. والعجينة سويتيها هنا؟ العجينة أعتقد كل أحبابنا يعرفون طريقة العجينة، ولا ما يعرفون يروحون يتابعون على اليوتيوب. راح أنزلها فيديو كامل. وهذه فطائر السبانخ. وأطيب شيء تندعوا لي الحموضة يابا يابا. سكتوا سكتوا سكتوا. أنا سويتها وعجبتهم. خلصت واحدة من الصواني، درجة الحرارة كلش عالية، علقتها قبل ربع ساعة
يعني تاخذ لها 7 دقائق 10 دقائق مو اكثر، ونطلعها وتشوفون النتيجه. وش اسمه فرشتيها بشويه زيت؟ اي دهنتها بزيت حتى تصير شو اسمه لونها ذهبي. وين طلعناها من الفرن، بس هاي شويه صار بيهني. لا مو هاي، شوفوا حبايب شوفوا الجمال، شوفوا هذا شويه من انا طلع الدبس الرمان، بس مو مشكله. جربوها صدقوني ما تتندمون، حموضه وحلاوه وبيها جوز ورمان وهاي العجينه هم هشه اجمل فطائر، هشه وخفيفه على المعده، وناكلها شقد حلو العصريه بالعصرونيه ويا الشاي، ومحتوياتها كلش صحيه، وسهمكم العافيه. جربوها وكتبوا لي بالتعليقات. مع السلامه.